يعطيك العافية سعادة الرئيس بدي أحكي موضوعين سريعات دولة الرئيس طلع كنت أتمنى أنه يكون موجود في التزام باجتماع. مش مشكلة لا. لا. أنا أنا بعاذر وعاذر والله الموضوع الفساد سمعته بقول ما فيش فساد مش مبينة هو الفاسد إذا اتفق مع واحد بده يكتب بينهم حجة والعقد عشان يعرف لما يكون في عندك محل ولا سوبر ماركت ولا ملحمه ولا كازي ولا ايش مكان بتخسر معناته في فساد انت اللي بتبحث عنه عندك 100 قصه اذا بتجيب واحد سارق خلوي نوكيا من الرصيف بنص الليل بتعرف انه في الاف اللي زيه فازين الموضوع الثاني انا بدي ارد على حبيبنا وامن مدينتنا وزير الخارجيه اللي بيقول انه الاسماء شفافه نعم صحيح الاختيار الاسماء بشفافيه والفقراء دائما شفافين ما بشوفهم اصلا انا اعي ذلك وفي جواب اخير بدي اياه منك يا سعاده الرئيس موضوع المنح والقروض موضوع المنح والقروض لابد انه يكون في الناس الان بتنامش 31 الف طالب اهاليهم ما بيناموا ما بيعرفوا شو 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 وين يروحوا وين يجوا الشعب قاعدة بتسكر وقاعدوا بينتظروا الناس بدهم جواب منك واللي بدرس اولاده في السوربون هو سال عن اولاد الزرقاء وعجلون قناه اليرموك الفضائيه قريبون منكم